بنحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان، ورح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول الهنا. أهلا وسهلا فيك يا حسن. أهلا فيكم. حلقتنا اليوم هي الكنافة. كثير من الناس ضلوا يسألوني يا شيف أنطوان الكنافة والكنافة، بنسوي لهم الكنافة وفي عدة طرق للكنافة، واليوم جبت لهم شخص اختصاصي كنافة ما بيعرف إلا الكنافة ليعلمكم الكنافة على كل شيء أسراره وعلى كل شيء بيصير بالمحلات يلي بيساووا في الكنافة. معلم عندنا للوالي هلا معلمين ما بنعرف. شو بدنا الكنافة بالجبن؟ أول شيء كنت أنا على طول أحكيكم وقلكن إنه الكنافة بجبن الشيكي، جبن العكاوي الشيكي بتكون منقوعة، تكي في منقوعة أقل شيء 7-8 ساعات ومغيرة ميتها أقل شيء 6-7 مرات لتحلى هالجبنة، لأنه هالجبنة بتكون مالحة. كمان زيادة في جبنة حلوم أو مجدولي، أنا اليوم استعملت مجدولي، كمان بتسوى للكنافة. مش معناتها إذا واحد عزمكن على الكنافة وقالكن طلع عبالة أو انشغلت هي الست وما قدرت عملت كنافة، ما تضحك عليكم وتقلكن اليوم ما لقيت جبنة عكاوي وتشيكي. كمان بجبنة المجدولي بتزبط، كمان بجبنة العكاوي اللبنانية بتزبط، مش هيك؟ صحيح. أصبح بطل في نهرب من الواقع، صار فينا نسويها بأي نوع من الجبنة المقدرة بعملية التحضير، وساعتها بتطلع معنا الكنافة. نرجع عجينة الفرك، جايبين كيلو بدنا أقل شوي ما بيأثر، وعجينة الفرك بتلاقوها إما بمحلات الحلو العربي أو بالسوبر ماركت، وإذا كانت مجلدة بتشلوها من عشية لعبكرة بتحطوها بأسفل البراد، وساعتها تاني نهار تشتغلوا فيها. السكر بدي 200 جرام، وأكيد بنحط لهم 100 لشان الماي معهم، وعلى النار مع قشرة حامض. وسمنة بدي 30 جرام لندهن الصينيتين، دائما الكنافة بدها صينيتين، صينية منحضر فيها الكنافة وصينية منقلبها عليها لنشوف الوجه الحلو الأشقر يلي هو مثل وجوهكم الحلو يلي عطول تحضروا شاشة تلفزيون لبنان، تطلع معنا الكنافة الطيبة. أما بالنسبة لكنافة بالقشطة، كنافة بالقشطة واسعة أوسع من كنافة الجبنة، مثل ما في عنا طرق عديدة بالجبنة فيها نستعملها بقلبها، كمان بكنافة القشطة. أول شيء بدي عجينة الفرك بحدود النص كيلو، سمنة كمان 30 جرام، سكر 200 جرام والباقي للقطر أو لسوي قطر وقطر بعدين. كمان هون نسيت لكم بدنا مسكي ومزهر معها، بدنا نحط معها مسكي ومزهر بقلبها، هون فقط بنحط مزهر. ومنحط لب الخبز الفرنجي، أنا على طول كنت قلكن بس تستعملوا خبز همبرجر، بس تستعملوا خبز فرنجي وبيبيت عندكن وبيبطل حدا ياكله ما منكبه، شيلوا القشرة السمرة الشقرة علي، وهي ما صارت سمرة أو شقرة إلا من جراء الحرارة يلي انخبز فيها الفرن الوجه الخارجي، مثل التفاحة اللي بتكون مدندلة على جهة الشمس بتلاقوها احمرت وعطت اللون الصفار أو احمرت أكتر من غيرها لأنه الشمس ضربت عليها. نفس الشيء أنا هون بدي اللب، لأنه منعرف الكنافة على طول بتكون بيضة، لب الخبز الفرنجي بيكون مع. هلأ في حال لم يتوفر لب خبز فرنجي فينا نستعمل نشا لهالكمية مع حليب البودرة يلي هني 150 جرام للقشطة يلي منسويهم، منضيف لهم كبايتين ماي، منضيف لهم ملعقة ونص من ملعقة الأكل نشا، نشاء الذرة، وبتشد معنا وبتطلع، بس مع الخبز بتطلع أحلى وبتطلع كأنها طبيعية مثل القشطة الطبيعية. ما بده يساوي قشطة بالبيت، في كمان يشتري قشطة جاهزة، مش هيك حسن؟ صحيح. مشترى أهون شيء، بيشيل واحد بمد إيد واحد عجيبته بيشيل لبناني اشتريت ولا تربية أو دولارات؟ لا نحن بهمنا التربية، أنا بحب التربية، بس في محلات واحد إلا ما يجيب شيء على السريع. اول شيء حنصفي الجبنه، حنصفي له الجبنه لخينا حسن اللي دعكه، يلا صفيها بالمسفايه لازم نزلها كلها. اوكي الوعي منهزها لانه بضل فيها بمحلات، اعطيني الجاطي هيك او خلي منهزها هيك لينزل كل شيء عنا
ومننزلها هون ومندعك. يلا مول معروف بلش لنا بالدعك. تصير تندعك هلا عليك، وانا ما بكذب عليكم، بدي اعذبه لحسن. انا نيقون بس 5 ساعات. انكشفتها حسن؟ يعني بس كمان اذا مضطرين مثل ما عملت انا، اذا صنعناها 5 ساعات وثلاثة بتزبط، اخر دورين نعوها بمي فاترة بتزيد عملية تنزيل السخوني منها. انا رح بلش هيي لك الصواني. اول شيء لصينية كنافي بالجبنة منجيب فرشاية وصينية كبيرة وصينية صغيرة. ليش صينية كبيرة وصغيرة؟ لبعدين انتو بتشوفوا الكنافة خالصة بحطوها هيك وبيقلبوها، بس يقلبوها بيجوا بحطوها شوي على النار. من بعد ما تقلب هالوجه هون بيكون هو لون الشقار يلي بيكون طبيعي موجود فيه. منحط شوية سمنة ومناخد اتصال. ألو 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 بونجور. بونجور شيف، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكي، ألو سهلا فيكي. بدي أسألك أنتين موسم العكوب وكيف من جلده؟ موسم العكوب بتلاقيه تقريبا بأول أيار، آخر نيسان أول أيار، وبيطلع العكوب على ارتفاع 1300 متر، ما بيطلع قبل أو 1200. من جلده شيف، كيف من جلده بنحطه بالبراد بالثلاجة؟ أول شيء بدك تنط فيه مظبوط، تقصي منه الشوك الموجود فيه، بعدين بتحطي على النار مي مغلية مع ملعقة خل، قشرة حامض، شوية ملح. بس تغلي المي بتسقطي العكوب بقلبه كامل مثل ما هو، تغليه 3 دقايق ونص، بتشيليه بتبرديه فورا تحت المي الباردي، ترجعي بتصفيه تفلشيه على صواني، ترجعي طبقة نايلون صينية، طبقة نايلون كمان عكوب 3 طبقات، حطيه بالفريزر ساعتين. كل أكل بأكلتها بتحطيها بكيس بفريزر بكيس نايلون بالفريزر، تستعمليه مجلد دغري على الأكل من بعد ما تستوي اللحمة أو بالزيت، غير بتسلقيه دغري بالمي المغلية، بهدي بالفريزر 6 أشهر. تكرم عيني. انا عم بدهن لك الجوارم، عم بشتغل صح؟ ايه. ما عليك اذا عم بشتغل غلط قلي، ما تستقي. لا صح. بدك تعطيني شوية فرق. هلا انا هيك ما بعملها، بس هو بيعملها. بس يمكن معه حق. بده يضيف على الجبنة شوية فرق. هلا انا بعتبرها يمكن شوي توفير، ليصير يبيع صاحب المحل انه يوفر بالجبنة. انا بس هو قال لي معه حق، من شان ما تمصل الجبنة قال وتطلع معه تفرط الجبنة، من شان هيك كمان بيمشي الحال. عم كيلا بركي مبارح معشة منيح، هيك كبروا ايديك اخذت اكتر. بس بس خلص شوية اصبح مزار. تقريبا شوية تقريبا منضيف عليها حوالي 4 ملاعق من مليانين من ملعقة الاكل. انا بقول وزنهم بالتلاتين 35 جرام. بس مظهر شوي بده مسكي نطحن مع السكر. نطحن تكرم عينك. الله يكرمك. اترك لك اياها اكيد. الملح ما بيمشي. ما بيشبهه هو. نجيب ورقه وبجيب شوبك، منحط الورقة على طعين، مننزل هالمسكة عليها، منضيف عليها. بدك تتعود علي معلش. ولا بس شوفني شديت بدك ترجع شوي لورا. ملعقة سكر بعملهم هيك على بعضهم، وبالشوبك إذا ما في شوبك أنيني. حيلا شي موجود عندكم دقوا هيك دق. ملعقة بتمشي، يعني بدي فسركم انه كل شيء بيمشي. ها ما تعطى له هم، هاي كمان بتمشي. مش بس اذا ما في شوبك بطلنا نساوي كنافة، في ناس هيك بتعمل. منضيف المسكة عليها. بتدعكوا مع بعض. بتدعكها معها. بهالوقت بدي بلش حضر القشطة انا. بنحط 2 كوبايات ماي بوعي،
هاي وحدة وهاي اثنين. حط عليهم الحليب المكثف. شو يعني حليب مكثف؟ يعني وقت اللي بقول أنا عادة لتر الحليب ليطلع مثل حليب البقر الصافي الطازج كل 1500 دسي لتر ماء، يعني كل لتر، لا سوري، كل لتر ماء 1000 دسي لتر، بحط له 150 جرام حليب بودرة، بصير تقريبا مثل حليب البقرة الصافي يلي مش منزوعة قشوته، مش منزوعة القشوة. نجيب شريط، شو بدك تساوي؟ بدك تمدها. بحطه على النار وبحرك بالشريط، بنحط له 150 حليب بودرة. اما هون انا شو استعملت؟ 400 دسي لتر، يعني كبيتين فقط، اقل من نص لتر بعد ماي، استعملت لهم 150 حليب بودرة، يعني معناتها صار في كثافة من حليب البودرة على نسبة الماي دبل وشوي. عشان هيك بنعملها قشطة بيتية هاي. بنضيف عليها الخبز. لا تغلي. لا تغلي؟ لا تغلي. وإذا شو وإذا حطيناها قبل شو بيصير؟ مثل ما بدك. لا شو بيصير؟ إذا بنعرف. طيب بدو إياها لتغلي لتغلي، بنوقف. بنبلش بهالوقت بالقطر. القطر انتبهوا، في عنا قطر لنرشه على الكنافة، يعني أنتوا إذا مثلا واحد منكم راح ياكل كنافة معه سكرة، بياكل كنافة بيقولوا بلا قطر. هلا هو بينه وبين نفسه طلب بلا قطر، بس هي فعليا فيها قطر. شو حسن؟ سقوي. صحيح سقوي، يعني سقوي خفيفة، شجرة شتلي هيك بسالي دبلاني سقوي بتمشي، عشان تعطي لون، تعطي لون وتعطيه كمان شوي حلاوة، ولا كيف رح يحس فيها الكنافة؟ أصبح هولي لاثنين للسقوي لل، وهولي لاثنين لشو؟ لل للقطر بيضل عنا، بيضل عنا قطر اكيد للك. بدنا ناكل. شو طعمينا اياها؟ مش طيبه. بنحط قد نص واقل شوي ماي، بنحطهم على النار وبنحركهم بملعقه خشبيه مع قشره حامض. هلا هون انا يحضيف اللب، رح نضيف عليه، رح نحركه بملعقة خشبية. أصبح مش كل ما تشوفه قشطة ملقوطة ومشقفة معناتها إنه هي القشطة الزهرة المضبوطة. هاي القشطة مش الزهرة، مزبوط حسن؟ 100%. هاي القشطة مش الزهرة، بس كتير من المحلات بيساووا هاي الطريقة وبيساووا الطريقة التانية كمان يلي فيها نشا، وبعده عم ياكل اكل صحي ما في اي فزلكات. هون انا عم حرك، بناخد سكين بشيل قشرة حامض، وبحطها فيها. كمان هون برجع بحرك. بدك تمد شوية فرق؟ بلش؟ بلش يلا. رح نبلش بمد الفرق. شفتوا كيف عم يعمل هاي؟ ليش هاي؟ لنسحق، لنسحق كل حبة أو كل كتلة صغيرة من الرطوبة مجمعة على بعضها، نعمل لها هيك لتتفلفك عن بعضها وتنزل.
بنحرك القطر وبنحرك القشطه. القشطه فيه عده اشياء، فينا نحط معها شويه فرق كمان هلا بعد شوي. شو فينا وما فينا؟ لا القشطه ما بنحط لها فرق. لا بتحط لها؟ اذا بدك تزوروك شوي. لا لا القشطه ما فيها زور. هاي بصمناها بخوشها من الاطراف. شو الهدف؟ لنشوف المسافه كلياتها نفس نفس السمكه. نرجع بنجلسهم. نرجع بنجلسهم. يعني بس نحن لنعرف النسبه. هلا وقت بتكونوا عم تساووا صينيه صغيره مثل النواهي النسبه زيتها، بس وقت بيكونوا بيساووا هن صدر كبير 8 كيلو ساعتها بده يعرفوا النسبه بيضيعوا بين منطقه كبيره من هون وولايه من ميلي ثاني. ونبخشها بالنص مشان انه حاطينها على النار تبين قمرت من النص وقمرت عن الجناب. بدنا نقمرها على الميلتين من النص يعني هلا. ايه من النص وعلى الجوانب. على الجوانب يلا. بنحط شويه جبنه على الجوانب بس. بس هيك؟ بعد ما تخلص تتقمر بنحط بقيه الجبنه وبنمدهم. طيب ليش مش كلها بنعملها قرص ونحطها على النار؟ اكيد بدنا العالم تعرف اذا عملت صينيه كبيره ولا صينيه صغيره بتبين. ليك بالبيوت هو هن الصواني، يا هي او هي. نرجع بنسكر. نرجع بالبيوت، هلا الصدورة الكبيرة بالمطاعم الكبيرة بدنا عم نقول ثمان. وبرضه ما فينا نحطهم كلياتهم. لأن على الحماوة بدها تسوق تضهر الجبنة. شوي شوي بصير زد لها. بنحطها على نار خفيفة. نحطها على هاي. لا غير على الكبيرة. خليها هادي. يلا وننوّس تحتها. كيف ما وصلنا؟ ناصت يا هلا صراحة حسن كان جايب لي معه قطع هالقد كبار يلي بيساوي علي الصاجات الكبيرة، وقال هو ما إلا عليهم اللي يشتغل، لأنه لا بنشتغل هدفنا نعلم ست البيت، هدفنا نعلم أي شخص بالبيت عنده على الغاز يساويها بأي صينية من الألمنيوم مش من النحاس يلي معمولين والكبار صدورها لنقدر نسويها، يعني الهدف هو البيت. هون هاي فوطة يا حلمك على شغلي أنا يا حلمك. تفضل. أنا نسيت جيبها معي من السيارة، بنسى. نشتري بنسى جديدة، بنسى نظيفة بتكون مصوب نينا، هاي فوطة. بنسى جديدة مصوب نينا بنصير نبرمها بالبنسى، وفيك كمان هيك. هدي واستعمل لي إيش. ولا ناخذ كمان اتصال. ليش بده يبرمها؟ بده يبرمها من شان تتأمر كلها. تتأمر كلها. في مثل مأمر. الو الله معك. الله يحفظك. يعطيك العافية شيخ فضال. الله يعافيك يا أهلا وسهلا فيك. معك محمد خليل من جويه. أهلا وسهلا فيك خي محمد من جويه. طول عمرك، الله يخليك بقى لأنه دخلت أنا مؤخرا، بس اشرح لي بقى كيف عمل العجينة هيدي، كيف شو عملها؟ لا هاي العجينة بتجي جاهزة. هاي ما بتزبط عنا بالبيت، بدها شغل بضمن معامل، بدها لوح حديد سميك. الله يخليك بس اشرح لي شو هي يعني. بخاطرك تكرم عيونك يا محمد. شكرا طول عمرك. يا اهلا وسهلا فيك. ايه مالشي على الرواق. وهو كل شوي بحركهم. كمان بناخذ اتصال جديد، الو. الو 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 هدي مال الثاني انا شويه مزهر يلا بريد فاهم. منضيف لالون للقطر شوية مظاهر وبطفي عنا. نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا المباشرة أنا والسيد حسن. مباشرة دائما على شاشة التلفزيون لبنان. هون خلينا حسن عم يبرم الكنافة، إذا عم تلاحظوا
على الداير عم يبلش يطلع نتفة شقار، وأنا هاي بحكيها بقلكن عنا، بس يطلع شقار مزبوط ساعتها بتطلع معنا منيحة. هلأ عادة أنا بقلكن أوقات بس نسوي قشطة بالبيت، فينا نحط لها عسل، فينا نحط لها كريمة، كريمة الحلو أو كريمة الطبخ، اثنين بيعطوها كمان طعمة طيبة. وفينا نضيف لها، في علب بالسوق اسمها قشطة مع العسل، منحط شوي منها أو كريمة مع العسل، منضيف شوي منها على الآخر لتعطيها طعمة طيبة للقشطة البيتية يلي نحن عم نسويها. وإذا منشوفها شايفين كيف صارت عنا القشطة، بدها شوي صغيرة ومنطفي عنا. هيك بدها تكون، شد شوي قوي لك نتف؟ لا خليها على نار خفيفة. نشرح لنا لخينا من جوية كيف بنساوي القشطة. أول شيء عجينة الفرك، هالعجينة في ناس مختصين فيها لعجينة الفرك يلي بتتساوى من مزيج من السميد والطحين الأبيض، بينخلطوا شوي مع بعضهم مع شوية ماي وسمنة، نتفة خميرة، بيكون في طاولة كبيرة أطول من هاي بعد بسماكة سنتي من حديد، تحت منها أنستلاسيون غاز أنينة بيطلع منه الغاز يلي هو أساطر، بتكون أنينة مش ما فيها ساعة ضغط عادية، إما ساعة ضغط قوية أو بدون ساعة، نفتحها بقوة شوي على عيار، منولعها بتحمى كلها لنعرف إنه صارت منيحة. منجيب نقطة ماي وبرشها هيك عليها، إذا دغري اختفت الماي عنا معناتها إنه صارت جاهزة لهالشيء. بيتحضر بيتحضر مجرود مش بلاستيك، معدن ستانلس بيكون عاملينه خصوصي، وبيكون فرشاية من معدن ما بيهمه الحرارة، بيتحمل حرارة. شخص واحد لوحده صعب يشتغل لأنه بيصير مثل شكل البلبل، بيكون محطوط المزيج الرخو مثل لبن العيران فيها، بصير يعمل هيك، هو بيعمل هيك ما بيلحق يخلص، واحد بدي يقشهم بالفرشاية على المجرود بيفرشهم على طاولة ليبردوا. شو بضيفهم هلا بعد؟ خلصنا بدنا نضيف الجبنة. يلا هلا بعدنا نطفيها، هيدي بنضيف القشطة. خلي تطفي علي. هون لندسمها لنعطيها نكهة زيادة لإلها. شو بعمل؟ شلناها عن النار، طفينا النار عنا، حطها هون، حطها على شلها، شيلها حطها على حدا، يعني بأكد إنه شلتها عن النار، بحركها شوي لخفف الهبل منها، بهالتحريك الخفيف لخفف الهبل منها نزلت الحرارة للتسعين. بس توصل الحرارة للتسعين معناتها صار في يضيف عليها إما كريمة عادية قدر نص كباية أو بدون شيء مثل ما هي هلا، أو كمان قشطة مع عسل كمان متوفر منه بالسوبر ماركت، تقروها وبتجيبوها منضيفها عليها، بتعطيها دسامة أكتر ونكهة أطيب. ليلى ونحن استعملنا فقط الحليب والماء ولب خبز الفرنشي. ولب خبز الفرنشي فيكم تستعملوه لحتى لب خبز الهمبرجر، اي لب خبز اج فرنجي فيكم تستعملوه. لا اذا مستعجلين كتير بنشيلها وبسكبها ضمن صينية لتبرر بسرعة، لانه الوعي الموجود فيه بتضل الحرارة اقل شيء ربع ساعة ثلث ساعة موجودة بقلبه. بحطها بهالشكل هون، معش بدي اياها لهاي، وكل شوي بحركها منشان تبرد معي بسرعة هالقشطة البيتية. هون شوفوا شو عم بيصير،
بلش الداير حطها بلش الداير يشعر او شعر اخذ لون بدنا نضيف زياده جبنه عليها لانه الجبنه بلشت تسيل وبلشت من النص تروح على الاطراف نمدهم نكبسها شوي ومنمدها وانا بهالوقت بدهن الصينية الثانية كمان سمنة لأنه وهالسمنة هي سمنة جولدن بليت ناخد اتصال ألو 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 بونجور بونجور يا أهلا وسهلا فيك مين معي كيفك شيف أنطوان منيح معك خلف أهلا وسهلا فيك خي خلف كيفك؟ معلمي بدي أسألك بالنسبة للسكري اللي معه السكري وبيحب ياكل كنافة نعم القطر كيف بدنا نعملها بالبيت مظبوط؟ أول شي بكساوي شوي بالكوندريل نعم أو قطر بالفريكتوز سكر الفواكه وتحط شي بسيط من القطر مع الكنافة نعم هيك ساعتها أو عسل شوي صافي او اذا كان عسل متاكد منه صافي حط شويه عسل مع قليل من المي يلا جيبها بالقدر قدر كبايه مثلا قدر نعم اول شيء لشخص واحد كم شخص حطها لا من نعم حطها بالفرن لا 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 بتقلبها دغري هلا صارت اصلا معلمي كم شخص كم شخص تقريبا بياخذ كيف شخص واحد شخص واحد مشان اذا كانت ملزقه هبطها ما سوري شخص واحد لا بدك ملعقه ونص عسل بتحط لهم ملعقتين ماي سخنهم نتفه صغيره على النار بدون ما تغليهم واستعملهم قطر للكنافه بس اذا متاكد انه العسل صافي هلا عرفنا ليش العمليه لزقت ماشي بس نطبها من دقدقه يسلموا استاذ شيف يسلموا بخاطرك اهلا وسهلا فيك ميرسي كلك زور تكرم حطها لك شو بدي اعمل لك لا تخافش علي ايدك شو بتنزل سكينه لا سكينه بس خليني ادق لك اياها بعد بركي عنيدي ما نزلت اشتغلي هيك تأكد انه نزلت يلا يعني لما تكون صينيه جديده بدها تلزق شو افتح يا سمسم افتح يا سمسم لحظه شو يا شوي ماشي الحال ما بيأثر ما وقت بنقول بيتيه بمحليه هي هي بالبيت هيك بدها تطلع شوي ها روق شوي علي هون رجعهم لهون وهولي لهون هلا بترجع تحط شوي على النار تسوي لا هاي جيب طنجره فيها مي نحطها على الطنجره على البخار المي بتسوح الجبن بس بنحطها شوي هيك انا احطها هيك شوي شعلة نحط لها سقوي بس نحط سقوي هاي السقوي هي كلها هون هي الماي عندك هاي السقوي شيء كفكير صغيرة وهيدا كفكير دائما كل الكنافيل بيشلوها من النار بحطوا لها هيدي السقوي بيقولوا لها وهي بتبين انه ما في عليها ما في عليها عطر بس هي فعلا بيكون في شوية عطر ناخد اتصال الو 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 بونجور بونجور شيف انطوان بونجوريني اهلا وسهلا فيكي شيف انطوان انا جارتك من الجبل حدك من حصبية يا اهلا وسهلا فيكي انا شفتك بمارلياس كمان وسلمت عليك اكيد مارلياس يحميكي ويحمينا ويحمي الكل ان شاء الله يا رب نعم كيف أنطوان؟ نعم عملت مربى البلح مربى؟ البلح؟ ايه نعم
بس لما شلتن حطيتن بالمرتبين سكروا لاي اولاد. حطيتي حصير حامض بالاخر؟ بالبلح. نعم مدام. مدام انا معك معك. ايه حطيتي عصير حامض بالاخر؟ ايه حطيت حامض وطفيت النار. مش لازم يسكر، شو حطي يا ريت؟ انا 2 كيلو. ايه نعم نعم. يلا خلص شيلها. انا عندي 2 كيلو الا بلح يعني. 2 كيلو الا بلح، قديش حطيتي؟ حطيت 2 كيلو ناقصين شوي شي وايتاي. اوكي شو عملت؟ ايه. رجعتي بعد؟ يلا بلش هلا انا بنسوي 2 كيلو سكر كمان الا شوي كمان. ايه مدام 2 كيلو بلح. حطيت إلا. السكر سلقتهم بالاول. حرقتي السكر بالاول؟ سلقتيهم. قديش سلقتيهم وقت؟ شي 13 14 دقيقة. اوكي طلعت النواة منها من قلبها. حطيت لوز مطرحه. اوكي شو رجعت عملتي؟ رجعت بمية البلح حطيت السكر. قديش هني مية البلح؟ كتار؟ مش كتار، شي 3 كبايات يمكن. شو 3 كبايات؟ قديش حطيتي سكر؟ 2 كيلو الا. اوكي قديش غليتيهم على النار مع البلح؟ الو 2 كيلو الا. عيوني ايه قديش غليتيهم على النار؟ شي 14 دقيقة 15 دقيقة. ما بيسكروا. الو نعم. بعدهم مي ما بيسكروا. سكروا كعيني. كعيوني ما بيسكروا. 14 دقيقة بعدهم زوم، بعدهم زوم مي. لا لا ما شلغنوا شوي. في شي غلط. في شي مش راكبة مع بعضه. إذا بتقولي لي ساعة ونص سكروا معقولة، بس 14-15 دقيقة. عيوني 3 كبايات ماي. نعم لا لا قدي بدهم البلح ليه؟ بدو تقريبا شو 50 دقيقة راكد. وليش سكروا لكن أمياتهم قليل؟ لا مياتهم مليح ل 2 كيلو او كيلو 3 ارباع سكر ل 3 كبايات ماي. حطيت حامض الليمون. قديش حطيتي حامض الليمون؟ نص ملعقة او اقل شوي. منيحة ودغ بس. ايه. دغري طفيتي او رجعوا غلوا غلوة هيك زولة البايع؟ لا طفيت وحطيت. انا بتصور انه يمكن ضلوا شوي على النار، مات مفعول حامض الليمون، رجعوا سكروا، فيش غير هالطريقة. أنا بقول شيف أنطوان يمكن مياتهم قليل. لا مياتهم لكيلو وثلاث أرباع. لكيلو وثلاث أرباع مياتهم مليح. بلش حط لك. إيه طيب شو بدي أعمل فيهم؟ لا لا نسوي قبل ما نحطلهاش. نعم. ألو. نعم. ثلاث كبايات ماي لكيلو وثلاث أرباع سكر مليح. ولا 2 كيلو بلح مليح. شو بدي أعمل فيهم؟ نعم الو. ما في غير طريقه بدها تكون اكثر شيء، يا في شيء عيار مش مزبوط او نعم. بس ضفتي حامض الليمون نسيتي. نعم. شوي صغير الوقت شو 3 4 دقائق راح مفعول حامض الليمون وطفيتي عنه، ساعتها بسكره. حطوا له كبايه مي برجع بردن على الطنجره. هلا بس بدك تعمليهم بدك تعمليهم على البخار بطل يمشوا دغري. هلا دغري عملتيهم او قبل شوي؟ قديش صار لي؟ امبارح عملته. قاسيين كتير او شوي؟ من امبارح. يا عيوني قاسيين كتير او شوي؟ شو كلهم سكر. كلهم مسكين على بعضهم؟ نعم ملزقين ببعضهم. ايه طيب نزلي كيف ينزلوا معك؟ حطي المرتبين بمي سخنة. مدام الو مدام بتحطي المرتبين بمي سخنه لعلو مستوى ارتفاع المربى ليحل، تقلبيه على طنجره ترجعي تغلي كبايه مي وحده
وبتضيفيه عليهم ورجع اغليهم غلوي، ضيفي عليهم مثل ما هني ملعقتين كبار عصير حامض، دغرت فيه عنهم ويسكي بيهم. هون عم نرجع مع خينا حسن عم نساوي كنافي بالقشطة. هون على نار خفيفة بتنقوا نار خفيفة يعني بتحطوها لتبرم. هلا نحن شو عاملين؟ منقيين أكبر عين عنا للغاز، بس منوصين النار على الآخر لتجي على كامل تقريبا الصينية ومحل مش جاي كامل. بنبرمها نحن بإيدنا أو بالملقط أو بالفوطة شو أو بالبنسة شو ما كان ما بتنبر. يعني ناخد اتصال. ألو شيف، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك. مين معي؟ طوني مطران، يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك خيي طوني، كيفك؟ شيف؟ نعم. بيطلب مني أصحابي أعمل لهم تارت، ما عم تزبط معي عجينة التارت تعرف شكل. مين أول شيء عم يطلب منك؟ أنت بتشتغل بهالمصلحة؟ أصحاب أصحاب. آه أصحاب. طيب خبرني كيف أنت عم تساوي العجينة تبع التارت لك بين المشكلة؟ بالمرة عم بخبص تخبيص، ما في شيء بزبط معي. يعني ساعة بعمل تصير صفقة، ساعة بعمل بسمين، ساعة بعمل لا ما عارف شو عم بعمل، عم بخبص. لايك بدك المزبوط، بدك للمزبوط طوني، بدك للمزبوط منيح. أصحابك عم يطلبوا منك التارت بالقليل، بزال عم تخبصها تخبيص منيح، ما كان شو قالي بكتو أو مثل هلا الكنافة كانت راحة تخبيصها. كيف أكل عيد الميلاد؟ نعم كانت طعمات بكريتي على عيد الميلاد اللي رح تقرب من هلا. يلا أيد عندك. يلا شايف رح بكي زبدي صغيري، بكي زبدي صغيري من شالي من البراد قبل ساعتين، بتحط عليها كباية سكر بودرة، تدعكن مع بعضهم مزبوط ليصيروا بشكل المرهم، بتضيف عليها زلال البيضة وحدة، شوية فانيليا، شوية برش حامض، ثلاث كبايات طحين إلا ملعقتين أكل، بس تحط الطحين بتصير تغنجن مثل واحد عم بيغنج حيلا شي بحبه بدون ما يدعكن بقوة، ليتاخد بعض العجينة فانيليا وبرش حامض ما بننساهم، تتركها ترتاح ربع ساعة وبتعملها أحلى عجينة تارت بتطلع معك وتكرم عينك يا طوني. يعني توقف مع محطة علنية ومتابع حلقتنا المباشرة ودائما عبر شاشة التلفزيون لبنان. هلا هون منا عجينة دهنا سمنة، حطينا عجينة الفارك، حطيناها وبين الشقار على داير الصينية. شو أنا أعمل هلا يا حسن؟ بدنا نحط القشطة عليها ونقلبها. بلاش قلت لي ندقها شوي؟ ندقها أكيد بندقها شوي. دقها شوي بس اوعى توجعها حرام. هدي هي فوتها تاني ولا؟ قول شو بدك. بندقها شوي لتصير تهز على بعضها وتضلها متماسكة، منشان بس نقلبها تطلع معنا. يلا حط قشطة. منحط القشطة اللي عملناها بهالوقت، بنشوف المقادير دايما عبر شاشة التلفزيون لبنان. Thank you.
هلا حطينا القشطة، بنحط شوية مي ضمن الملعقة فيها، أو بالكفوف بنحط مي ونملسها على الآخر، كل شخص حسب ما بده. أنا بحب الملعقة أو مظاهر، كل شيء بيمشي. يا بقيت الفركات بنحط باقي الفارك على وجهه. بنملسهم شوي. ونقلبها. قبل نشيلها بفوطه. نحطها هون. ما في صفوني. بنمسح شوي طاولتنا. هلا بنجيب جات التقديم. انا اعلمكم دغري اذا اجاكم حدا وبدك تعملوا له اياها الكنافه دغري ياكلها، يعني مش اذا اول يوصل على العشاء تقلبوها، لا بتكون هو عم يتعشى انتم بتفركوها شوي شوي، مش هيك؟ اديني فوطه بعد. كمان دقه من هون. يلا شيء بتطلع بوجهكم تعملوها سكين صغير. يلا اسحبها. كمان بنسقيها بالقطر. يلا حط القطر عندك يا حسن. أنا بشكرك هي حسن على معاونتك على كنافي بالجبنة وكنافي بالقشطة. حلقتنا لليوم انتهت. بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان ومنقلكم ألف باي باي.